شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ صالح. ايش تصنع الان؟ هذا المرضومه طال عمرك، الزبده حق الغنم هذه نحمها بعدين نصبها انا. تحميها وتضعها على ال... ايوه بعدين. وش هذا بر؟ اي نعم وهذا بر، بعدين نجيب الحجر هذا، هذا حجر من الجبال، حجر ابيض يسمونه المرو. حجر؟ ايوه. ونضعه مع الدقيق. نحمر قبلها؟ اي نعم، بعد ما نطلعه من النار نحطه على النار حتى يصير زي الجمر. زي الجمر. اي بعدين نحطه مع الدقيق. ايوه. نطلع نكهه في ال... في السمن. ماشي. نحطه بس. تضع على السمن. زي كذا. وش الأكلة؟ اسم الأكلة هذه؟ اسمها المرضوفة، أكلة شعبية من أكلات شعبية منطقة نجران. ما شاء الله ما شاء الله. وهذه الملوخية؟ إيه. وهذه الملوخية وهذا السلتة. وهذا تميس ولا إيش هذا؟ هذا خبز في التنور. خبز التنور. ما شاء الله. الله يكرمك يا شيخ صالح. اللهم آمين.